السلام عليكم يا شباب، معلش هنعتذر على الوقت المتأخر لايف. طبعا ده الفيديو الثالث لنا، يعتبر الفيديو الأخير إن شاء الله في الجنرال بارت من الأناتوميكال تيرمز. هنكمل الفيديو اللي احنا بدأنا فيه امبارح إن شاء الله. امبارح الفيديو بتاعنا وقف عند آخر جزء من الأناتوميكال تيرمز، لما كنا بنتكلم على حاجتين. كنا بنقول ان احنا عندنا باطن اليد، اي حاجه لها علاقه بباطن الكف بنقول عليها كلمه بالمر، الجزء ده اسمه البالم. اي حاجه لها علاقه بنقول بالمر، واي حاجه لها علاقه بظاهر الكف بنقول عليها دورزل. ماشي، تعالوا نبص كده على المثال الاول معانا. بنقول ان الفينجر برينتس اللي هي البصمات الاصابع، نقول the fingerprints are on the palmar surface of the hand، يعني بصمات الأصابع موجودة على السطح الداخلي أو البالمر سيرفيس من اليد. طب نبص على المثال التاني، وده مثال للناس اللي حضروا معانا الأناتوميكال بوزيشن أو شافوه في الفيديو الأول. لأن in the anatomical position، في الوضع الأناتومي الصحيح اللي وضعه علماء الأناتومي، the palmar surface is usually directed forward. وده سؤال ام سي كيو او سؤال اختياري مهم جدا، ممكن يجي لك في الامتحان، لانك المفروض درست الاناتوميكال بوزيشن. هيقول لك ان البالمر سيرفيس، كنا بنقول دايما ذا هاند او ذا بالمر سيرفيس اوف ذا هاند از دايركتد فورورد، يعني باطن الكف متجه الى الامام. طيب لو جينا نتكلم بالنسبه للقدم، لا، هناخد تعبير مختلف. باطن القدم اللي هو الجزء الداخلي من القدم ده بياخد مصطلح بلانتر. يبقى احنا عندنا باطن اليد، اي حاجه لها علاقه بباطن اليد بنسميها ايه؟ بالمر. طب اي حاجه لها علاقه بباطن القدم بنقول عليها ايه؟ بلانتر. طب ظاهر القدم دورزل. يبقى احنا عندنا ظاهر القدم وظاهر اليد الاثنين لهم مصطلح واحد، هو مصطلح دورزل. لكن باطن القدم له مصطلح بلانتر، وباطن الكف لمصطلح بالمر. طب ناخد مثال. المثال على القدم بيقول ان the dorsal surface of the foot is usually directed upward. يعني ايه؟ يعني واحنا واقفين على الارض غالبا بيكون الدورزال سيرفيس او ظاهر القدم متجه لاعلى، ودي حاجه طبيعيه. تعالوا بقى نبدا حاجه جديده، حاجه اسمها the terms of movements، يعني مصطلحات لها علاقة بالحركة. طب تعالوا نتكلم الأول على الحركة ونعمل مقدمة كده. كلنا عارفين إن الجسم جواه مجموعة من العظام، وإن العظام بتتمفصل حوالين مناطق بنسميها الجوينتس أو المفاصل. يبقى كل كلمة جوينت معناها مفصل، المفصل مكان التقاء لعظمتين أو أكثر، وبيحرك المفصل ده مجموعة من العضلات. يبقى انا هدرس ليه التيرمز اوف موفمنتس، ليه هدرس مصطلحات تتعلق بالحركه؟ عشان ان شاء الله لما يجي في يوم من الايام اخد عضله معينه، ابقى عارف ان العضله دي لما بتقوم بحركه معينه اقدر اعبر عن الحركه دي، سواء كانت فرد اللي هي او ثاني، او حركه اماميه او حركه خلفيه للعضو، او حركه تقريبيه من الجسم او ابعاديه عن الجسم للعضو ده. وفي نفس الوقت اقدر لو في يوم من الايام العضله دي مثلا كان بيغذيها عصب معين، والعصب ده حصل له ضرر والعضله ما بقتش تتحرك، هعرف ان هيبقى عندي فقد للحركات اللي كانت بتقوم بها العضله دي. فيبقى اكيد انا لازم اعرف مصطلحات الحركه بتاعت اي عضله من العضلات. عشان كده احنا نبدا نلخص مصطلحات الحركه اللي بتقوم بها العضلات. ومعانا اول مصطلح. عشان افهم اول مصطلح بكلمه فليكشن واكستنشن، خلونا ناخد المثال، وزي ما بيقولوا بالمثال يتضح المقال. عندنا المفصل ده اللي هو مفصل الكوع بنسميه الالبو جوينت. البو جوينت يعني مفصل الكوع. طيب مفصل الكوع ده فيه له حركه مميزه، حركه الثني والفرد، ودي حركه عاديه كلنا عارفينها. طيب ثني يعني ايه؟ يعني فليكشن. طيب ايه مصطلح فليكشن؟ لما عاوز ان انا اعرف مصطلح الفليكشن يعني ايه فليكشن، قال لك انه ابروكسيميشن، ان انت تعمل تقريب للانتيريور سيرفيس، الجزء الامامي او السطح الامامي للعضوين او للجزئين بتوع المفصل from each other، يعني تقرب الجزء الامامي لجانبي المفصل من بعضهم. اقول لك على حاجه اسهل،
لما تحب انك تعرف ده فليكشن ولا اكستنشن حوالين المفصل، يعني هل ده ثني ولا فرد حوالين المفصل، لو الزاويه بتقصر حوالين المفصل اعرف انك بتعمل فليكشن، لو الزاويه بتزيد حوالين المفصل اعرف انك بتعمل اكستنشن. كويس، افتكرها كده، لو الزاويه بتقل يبقى انت بتعمل فليكشن، لو الزاويه بتزيد يبقى انت بتعمل اكستنشن. خلاص، يبقى لما نيجي نعرف الاكستنشن نقول ايه؟ نقول ان احنا بنحرك moving the ventral surface، وكلمه ventral بتساوي anterior بالظبط، moving the ventral surface away from each other، بعيدا عن بعضه، اللي احنا بنقولها بصوره ابسط واكثر عاميه قليلا ان احنا بنزود الزاويه بين جانبي المفصل. يبقى انا لما اقول ان في الصوره دي الوضع ده وضع ايه؟ وضع فليكشن، ولازم احدد المفصل اللي انا عنده، وضع فليكشن في الالبو جوينت. طيب الوضع الثاني اللي هو باهت شويه اسمه ايه؟ وضع اكستنشن، يعني فرد للالبو جوينت، وضع فليكشن ثاني، وضع اكستنشن، وضع فرد للالبو جوينت. تعالوا ناخد امثله ثانيه على الفليكشن والاكستنشن لانه يعتبر اهم حركه مميزه للاعضاء. عندنا المفصل ده، مفصل الرسغ او اللي احنا بنسميه الريست جوينت. افتكروا يا جماعه، خلوا كلام الانجليزي في دماغكم، واخدين الالبو جوينت ودلوقتي خدنا الريست جوينت. الريست جوينت بيحصل فيه برضه فليكشن واكستنشن. انا بقى مش هقول هنحرك امامي وهنحرك خلفي، لا، انا هقول لك الزاويه بتقل بين جانبي الرسغ اللي هو جانبي الريست جوينت، الزاويه بتقل اهي، يبقى ده فليكشن. طب الزاويه بتزيد وبقت منفرجه بالشكل ده، يبقى ده اكستنشن. يبقى احنا كده عرفنا الفليكشن والاكستنشن في الريست جوينت. طيب تعالوا ناخد جوينت تاني. المنطقه دي في الجسم كنا قلنا امبارح اسمها ايه؟ اللي فاكر معانا قلنا ان اسمها ترانك. ترانك يعني منطقه الجزء الرئيسي في الجسم، المحور الرئيسي في الجسم، دي اسمها منطقه الترانك. طيب لو الترانك تحركت الى الامام، يعني انا بقلل الزاويه ما بين الترانك نفسها اللي هو الجزء الرئيسي في الجسم والساقين، الزاويه كده بتقل، فنسمي ده ايه؟ نسميه فليكشن. طيب لو انا بفرد نفسي كده زي الناس اللي بتحاول انها تتمطع او تفرد نفسها، نسمي ده اكستنشن. الوضع ده كده ان انا برجع بظهري لورا، يبقى انا كده بزود الزاويه ما بين الترانك اللي هو محور الجسم وبين اللور ليمب اللي هو الساقين او الطرف السفلي. طيب هو حاولوا بعد كده يبصوا لقوا ان احنا ممكن نعمل نوعين من الفليكشن، نوعين من الثاني، ممكن اثني نفسي الى الجانب او اثني الجسم للامام. فقالوا خلاص لو هنثني الجسم للامام هنقول عليه anterior flexion، ولو هنثني الجسم للجانب هنسميه lateral flexion. واللي فاكر كلمه lateral خدناها امبارح، كنا بنقول ان lateral يعني بعيد عن محور الوسط، بعيد عن خط الوسط في الجسم، away from the midline. هنقول ان ده lateral flexion، ونقول ان ده anterior flexion. يبقى احنا كده عندنا نوعين من الفليكشن، نوعين من الثاني للترنك اللي هو محور الجسم. طب تعالوا ناخد الاستثناء الوحيد للقاعده بتاعه الفليكشن والاكستنشن، حاجه اسمها الني جوين اللي هو مفصل الركبه. بصوا يا جماعه، كان التعريف الرئيسي اللي في الكتاب كان بيقول ايه؟ كان بيقول ان الفليكشن معناه انك تقرب التو انتيريور سيرفيسز بتوع المنطقه اللي حوالين الجوينت اللي حوالين المفصل فروم ايتش اذر. طب بص معايا كده، لما اجي اقرب الانتيريور سيرفيس بتاع الفخذ على الانتيريور سيرفيس بتاع الساق، يبقى انا كده مش هقدر اقدم، عمري ما هقدر اقربهم من بعض. فقالوا ان الني جوينت دي حاجه مختصه بنفسها، دي اكسبشن او استثناء من القاعده، لان المفصل ده بيتمفصل حركته حركه خلفيه مش حركه اماميه. بس لما اجي اطبق عليه القاعده بتاعت تقليل الزاويه او زياده الزاويه، بصوا بقى الفليكشن بتاعه، الفليكشن انا اقصر الزاويه ما بين الساق والفخذ. ابصوا كده، يبقى الحركه دي اسمها ايه؟ حركة فليكشن. فليكشن يعني ايه؟ يعني انا هقلل الزاوية ما بين الساق دي وبين منطقة الفخذ دي. يبقى دي الحركة في الاتجاه ده كده، اسمها حركة فليكشن في الاتجاه ده كده. طيب لو انا هفردها كأني بالظبط واقف على الارض، يسموا الحركة دي في الاتجاه العكس، ان انا بزود الزاوية ما بين الساق والفخذ، يبقى اسمها حركة اكستنشن. يبقى احنا كده عندنا مفصل الني جوينت هو المفصل الوحيد اللي فيه استثناء، لان حركته حركة خلفية مش حركة امامية. فالفليكشن بتاعه تقليل للزاوية بس تقريب للسطحين الخلفيين البوستيريور سيرفيس، سواء كان للساق او للفخذ. هنعرف ان شاء الله ان المنطقة دي اسمها الليج،
ان انا احرك الليج باكورد، الساق تتحرك باكورد، ولما اجي احركها فورورد يعني للامام يبقى انا كده بعمل اكستنشن للساق. ماشي؟ لو في حد عنده اي تعليق او سؤال على المنطقه دي يا ريت يعرفنا ان شاء الله في الكومنتات، في الكومنتس ان شاء الله. طيب ناخد اناتوميكال بوزيشن تاني او اناتوميكال تيرم اوف موفمنت. عندنا كلمه ومصطلح اسمه دكشن. دكشن ده مش كلمه مفرده، دكشن دي لازم تسبق ببديئه معينه عشان تديني معنى. بس انا لو حبيت ان انا اترجم كلمه دكشن ترجمه حرفيه بتعني ان في جزئين مرتبطين ببعض لهم علاقه ببعضهم، سواء كانت علاقه قرب او علاقه بعد. طيب بيظهر من دكشن عندي مصطلحين. المصطلح الاول اسمه اد دكشن او اب دكشن. اللي فاكر كلمه اد كانت معناها يضيف او يجمع من الثانويه العامه يعني. فقالوا يبقى احنا عندنا دلوقتي حركتين، حركه ان انا احرك العضو سواء كان ابر ليمب يعني طرف علوي او لور ليمب يعني طرف سفلي، احركه towards the midline يعني نحو خط المنتصف. فقالوا معنى ان انا احركه نحو خط المنتصف يعني انا بضم للجسم، بضم سواء الطرف السفلي اللور ليمب او بضم الطرف العلوي الابر ليمب، بحركه towards the midline يعني بضمه للجسم. فنسميها ايه؟ نسميها adduction يعني اضافه او ضم. adduction يعني الحركه في اتجاه الميد لاين، في اتجاه خط المنتصف. طيب لو انا هحرك الابر ليمب بالطرف العلوي او اللور ليمب بالطرف السفلي بعيدا عن خط المنتصف away from the midline، يبقى انا كده بعمل له ابعاد، يبقى abduction. abduction على فكره الفرق حرف واحد بنعمل كبير. ادكشن احنا بنقول اد يعني يجمع ويضيف، يبقى انا بجمع ايدي ناحيه جسمي او بجمع الرجل ناحيه جسمي. طب ابدكشن اللي فيها بي افتكرها بكلمه ابعاد اللي فيها بي، يبقى ابدكشن معناها ان انا بحرك اللور ليمب او الابر ليمب بعيدا away from the midline. طب ناخد تاني اناتوميكال بوزيشن اوف موفمنت. عندنا حركه برضو بكلمه دكشن اسمها سيركمدكشن. سيركمدكشن يعني ايه سيركم؟ يعني دائري، اي حاجه فيها سيركم كان بيقول لك سيركمفرنس يعني محيط الدائره. فسيركمدكشن يعني حركه دائريه. وخلونا ناخد مفصل مثلا زي مفصل الشولدر اللي هو مفصل الكتف. السيركمدكشن ازاي؟ بتبقى بالوضع ده كده، بحرك ايدي تقريبا مع حركه عقارب الساعه. والسؤال ده بيجي ممكن يجي لكم في اسئله الام سي كيو، اسئله الاختيار المتعدد في اخر السنه. يقول لك When moving the shoulder joint in a circumduction movement، يعني في حركة دائرية، الحركة بتتحرك إزاي؟ فتعالوا تخيلوا معايا، أنا هقول لكم بتتحرك إزاي من terms of movements اللي إحنا سائلين، من الحركات اللي إحنا سائلين. بصوا يا جماعة، الحركة بتبدأ من الوضع ده. الوضع ده الشولدر جوينت في حاجة، في حالة إيه؟ في الوضع ده كده حالة فليكشن، متني الزاوية قليلة ما بين الشولدر، ما بين الذراع وما بين الجسم نفسه، بنسمي ده وضع ايه؟ وضع فليكشن. يبقى اول وضع عندي في السيركمدكشن بكون في وضع فليكشن. بعد كده برفع ايدي لفوق، صح؟ كاني بدور مع عقارب الساعه، من فليكشن هرفع ايدي لفوق في الوضع ده كده. الوضع ده اسمه ايه؟ اسمه ببعد ايدي عن الجسم. فبسميها ايه؟ ابدكشن. يبقى انا بدات بفليكشن وانتقلت منه الابدكشن. طيب هنزل من الوضع اللي فوق ده للوضع الخلفي ده، ايدي بقت ورا جسمي في الوضع ده كده، الزاويه بقت منفرجه اهي وانفتحت يا جماعه، فبقت في وضع اكستنشن. يبقى انا بدات بفليكشن في الوضع ده، طلعت منه رفعت ايدي لفوق وبعتها عن جسمي فبقيت في وضع ابدكشن، وبعده نزلت لورا فالزاوية بقت عندي منفرجة بالشكل ده كده، يبقى extension. طيب بعد كده بنزل بإيدي إلى جانب الجسم في الوضع ده كده اللي هو في الشكل ده هنا اهو، أنا بضم إيدي ناحية جسمي فبسميها adduction. لو الجزء ده أنت ما فهمتوش حاول تعيد اللي أنا قلته تاني كده بسهولة. إحنا بدأنا بفليكشن، إيدي كانت مضمومة إلى حد ما جنب جسمي، ارتفعت لفوق وبعدها عن الجسم بقت في وضع ابدكشن يعني ابعاد. بعد كده نزلت بقت الزاويه منفرجه بينها وبين الجسم زي الوضع ده كده اهي، هي الايد اللي ورا دي، فبقت في وضع اكستنشن يعني فرد. وبعد كده منه انتقلت لوضع
ادكشن اللي انا بقرب الايد فيها من الجسم اللي هو الوضع ده، كاني بالظبط بعمل حركه دائريه مع عقارب الساعه. حاول انك تعملها مع نفسك كده في البيت وهتلاحظ اللي انا قلته ده ان شاء الله. طيب هل السيركم دكشن مقصور بس على مفصل الكتف؟ لا، في كمان مفصل، زي ما هو موجود في مفصل الكتف والحركه الدائريه موجوده فيه، مفصل الحوض اللي هو المفصل اللي تحت ده كده المنطقه دي فيها حركه سيركم دكشن بالظبط زي اللي بيعملها لعيب الكره لما يجوا يحاولوا ان هم يعملوا احماء على خط الملعب، وتلاحظ ان هم بيلفوا مفصل الحوض ده بحركه دائريه. مفصل الحوض يعني ايه؟ يعني هيب جوينت، هيب جوينت. يبقى حركه السيركم دكشن موجوده عندنا في منطقتين، في الشولدر جوينت والهيب جوينت. طيب نكمل اناتوميكال تيرمز اوف موفمنت. عندنا حركتين تانيين، الحركه الاولى اسمها ميديال روتيشن والحركه الثانيه اسمها لاترال روتيشن. طيب يعني ايه روتيشن؟ روتيشن يعني دوران، وقلنا ميديال، ميديال حاجه لها علاقه بالميد لاين او اقرب للميد لاين، ولاترال لها علاقه انها بعيده عن الميد لاين. طب تعالوا نفسر بقى ايه الميديال، ايه الميديال روتيشن وايه اللاترال روتيشن. ميديال روتيشن بيقول ان احنا هنعمل موفينج للانتيريور اند للمنطقه الاماميه اوف ذا ليمب towards the midline، يعني ناحيه الميد لاين. يعني لما انا احرك رجلي الساق في الاتجاه ده بحيث ان تكون المنطقه الاماميه الانتيريور اند اوف ذا ليج، المنطقه الاماميه من الساق towards the midline يعني نحو الميد لاين بالشكل ده كده، يبقى انا بعمل ميديال روتيشن او بحرك الرجل ميديالي. طيب لو بحرك moving the anterior surface اللي هو السطح الامامي of the lower limb للطرف السفلي laterally او away from the midline يعني بعيدا عن خط المنتصف، يبقى انا بعمل لها ايه؟ بعمل لها lateral rotation. طب تعالوا نطبق الميديال روتيشن واللاترال روتيشن على الذراع. لو انا بعمل بحرك الانتيريور سيرفيس، الانتيريور سيرفيس of the upper limb للطرف العلوي towards the midline يعني نحو الميدلاين نحو خط المنتصف، يبقى انا بعمل لها ميديال روتيشن بالشكل ده كده. لو بحرك الابر ليمب اللي هو الطرف العلوي الانتيريور بارت بتاعه بقى دايركتد اوتورد او اواي فروم ذا ميد لاين يعني بعيدا عن خط المنتصف، يبقى انا كده بعمل له لاترال روتيشن. طيب نشوف تاني اناتوميكال موفمنتس مختلفه. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الانتيريور سيرفيس اوف ذا لور ليمب. طب قالوا لو حاولنا ان احنا نتكلم عن باطن القدم، لو حاولنا نحرك باطن القدم ناحيه الميد لاين او بعيدا عن الميد لاين زي ما احنا شايفين في الصوره دي او الصوره دي، انا بحرك باطن القدم نفسه مش السطح الامامي، انا بحرك باطن القدم نفسه. لما احاول احرك باطن القدم اللي احنا بنسميه السول، او لو انتوا فاكرين في اول الحصه كنا بنقول البلانتر سيرفيس اوف ذا فوت، لما احاول احركه موفينج ات towards ذا ميد لاين او انورد يعني داخليا، انورد ناخد منها كلمه انفيرجن، يبقى كلمه انفيرجن معناها ايه؟ يعني موفينج ذا سول يعني تحريك باطن القدم انورد يعني داخليا او towards ذا ميد لاين يعني نحو ناحيه خط المنتصف. طب لما احاول ان انا احرك السول اوف ذا فوت اللي هو باطن القدم او البلانتر سيرفيس اوف ذا فوت اوتورد او away from the midline يعني بعيدا عن خط المنتصف، يبقى انا كده بعمل eversion. فرقوا يا جماعه بين المصطلحين اللي قلتهم دلوقتي. ميديال روتيشن انا بحرك العضو كله، بحرك الساق كلها بما فيها السطح الامامي بتاعها بتاع المنطقه دي والمنطقه دي ومنطقه القدم، بحرك السطح الامامي لهم كلهم داخليا، فبسميها ميديال روتيشن. لو حركت الجزء ده السطح الامامي للساق والسطح الامامي للفخذ والسطح الامامي للساق والسطح الامامي للقدم كلهم خارجيا، يبقى انا بسميها لاترال روتيشن. لكن لو اختصيت باطن القدم نفسه بالدوران داخليا يعني انورد بسميه انفيرجن، ولو اختصيت باطن القدم بالدوران خارجيا في حين سبب بقيه الساق بسميه ايفيرجن. اتمنى تكون الصوره واضحه بالنسبه لكم وموضحه الفرق. طيب لو جينا نتكلم على باطن اليد، اكيد طالما اتكلمنا عن باطن القدم يبقى نتكلم على باطن اليد. لو حركت باطن اليد
اكيد مش هقول بقى داخليا وخارجيا، لا للامام وللخلف. moving the ball، moving the ball backward، يعني زي الوضع ده كده، ان انا اخلي باطن اليد متجه backward، بيسموها pronation. كنا احنا بنحفظها بنقول ايه؟ بنقول ان البالم backward pronation، ثلاثة بحرف البي، البالم يعني الكف، backward للخلف، pronation ده اسم الحركة، اسم الحركة ان لما حرك البالم backward يبقى اسمها pronation. طيب لو عملت bringing the balm forward بنسميها الحركة supination. ممكن اكون ماشي بسرعة شوية، احاول ان انا اعيد الجزء ده تاني. pronation و supination. pronation معناها movement of the balm backward، تحريك كف اليد الى الخلف. طب supination تحريك، moving the balm forward تحريك كف اليد الى الامام. المهم انهم كان في الاناتوميكال بوزيشن يا شباب، يعني ممكن يقول لك the anatomical position needs moving the ball in the state of pronation or supination. لا supination يا شباب، عشان بس يبقى الموضوع واضح بالنسبه لكم. ولو انتم فاكرين انا عللت الموضوع ده امبارح، كنت بقول ان الوضع supination وضع مهم بالنسبه لي، وبيبقى واضح في الراديوس والالنا اللي هم الزند الراديوس والالنا، الزند والكعبره، بيبقوا واضحين التراكيب اللي ماشيه بينهم او حواليهم بتبقى واضحه قدامي في التصوير وفي الاشعه وفي اي اثناء التشريح. لكن بصوا لما حولته الى وضع البرونيشن، لما حولته لوضع البرونيشن بقت الراديوس والالنا متقاطعين مع بعض والتراكيب مش هتبقى واضحه في الصوره. عاوز اتاكد بس ان اللايف بتاعنا لسه شغال. طب الحمد لله لسه اللايف بتاعنا شغال، نكمل. الاناتوميكال موفمنتس اللي كانت معانا، معانا اتنين من الاناتوميكال موفمنتس وسهلين جدا. الموفمنت دي اسمها اليفيشن ديبريشن. الموفمنت دي مختصه بمنطقه الشولدر اللي هو الكتف، لما احاول ان انا ارفع الاكتاف الى اعلى بالوضع ده كده بنسميها وضع اليفيشن، حركه للاعلى. لما احاول احرك الكتف للاسفل بسميه وضع ديبريشن، يعني حركه للاسفل. يبقى اليفيشن جاي من كلمه اليفيتور المصعد او اللي هو الاسانسير، لما ارفع الاكتاف الى الاعلى بنسميها وضع اليفيشن، ولما احرك الكتف للاسفل اسمه وضع ديبريشن. وافتكروا ان انا دايما بدرس الموضوع ده عشان ايه؟ عشان العضلات اللي بتحرك جسمي. لاحظوا ان الشخص ده لما عمل اليفيشن في عضلات انقبضت عنده في الظهر اهي، فظهرت عندي. يبقى العضلات دي لما تيجي تدرسوها ان شاء الله هيقول لكم ان العضلات دي من وظائفها انها تعمل اليفيشن اوف ذا شولدر، تبقى انت فاهم معنى مصطلح اليفيشن. طب عندنا واحد من الحركات المهمه جدا مش هتتكرر معاك كتير لانها مخصصه بمنطقه واحده بس، حركه اسمها اوبوزيشن، يعني مقابله او معارضه. يبقى في حاجتين هيتقابلوا فيها. الحركه دي مختصه بالثمب. ايه الثمب ده؟ ده الاصبع الاكبر ده. حركه اوبوزيشن يعني موفمنت أو meeting of the thumb to the distal phalanx. distal يعني إيه؟ لو أنتم فاكرين من محاضرة إمبارح كنا بنقول distal يعني أبعد نقطة عن مكان الاتصال بمحور الجسم بالترنك. distal away from the trunk. يبقى distal phalanx، phalanx يعني سلامية من السلاميات، يبقى السلامية الأخيرة أو السلامية الطرفية. يعني إيه opposition؟ يعني movement of the thumb and bringing it، يعني احضاره، وخاصة البالمر سيرفيس اوف ات يعني الجزء الداخلي منه، against the distal phalanx يعني السلامية البعيدة او السلامية الاخيرة of the other fingers. يعني ان انا اجيب باطن الاصبع الاكبر واخليه يلامس السلامية الاخيرة في كل الاصابع بالشكل ده كده، الاصبع الاول، الاصبع الثاني، الاصبع الثالث، الاصبع الرابع. دي بنسميها ايه؟ بنسميها حركة opposition، بتكون بين مين؟ بين الثمب والديستال phalanx of the different fingers، عن طريق ايه؟ البالمر سيرفيس، السطح الداخلي. ماشي. طيب عندنا تقريبا دي اخر حركة معانا ان شاء الله. حركة اسمها protraction وretraction. افتكروا
بروتراكشن يعني انا بعمل امتداد للامام، والبروتراكشن موجود في مكانين، موجود في منطقه المانديبول، المانديبول اللي هو الفك السفلي، ان انا احرك المانديبول فورورد، ان انا اعمل بوشنج للمانديبول او ان انا احرك المانديبول للامام، بحيث ان اللور تيس او اللور جو الفك السفلي becoming in front of the upper jaw، يعني ان الفك السفلي اسنانه تيجي امام اسنان الفك العلوي. دي بنسميها ايه؟ بنسميها protraction، حركه للفك السفلي بحيث ان امامه تكون في منطقه متقدمه عن اسنان الفك العلوي، واكيد دي في عضلات بتعملها. طيب بريتراكشن ان انا ارجع الفك السفلي تاني لورا، ارجع المانديبول باكورد عشان التيث، the teeth of the upper jaw الفك العلوي and the lower jaw become in front or opposite each other، ان انا اخلي اسنان الفك العلوي واسنان الفك السفلي مقابلين لبعضهم، دي اسمها حركه ايه؟ retraction. يبقى moving forward اسمها protraction، moving backward اسمها retraction. ري يعني ارجاع، يقول لك rewrite يعني عيد الكتابه، يعني اعيد الوضع الى ما كان عليه. اعاده الشد يعني retraction، شد الفك الى الخلف. طيب ممكن تحصل في منطقه ثانيه، لو احنا عندنا البروتراكشن والريتراكشن ممكن يكونوا موجودين في منطقه الشولدر جوينت. بصوا يا جماعه، لما يجي واحد يعمل كانه بالظبط هيدفع الحيطه، هيدفع حائط قدامه، بنسمي الوضع ده اسمه وضع بروتراكشن. انا بدفع بايديا الاثنين الى الامام على منطقه الشولدر جوينت، فبنسميها بروتراكشن. ولاحظوا ان في مجموعه من العضلات منقبضه عنده اهيت، عشان تعرفوا ان ده شغل من شغلانات من 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 وظائف العضل. طب لما اعمل فرد للذراع للخلف ده وكاني بالظبط برجع بالمفصل لورا، بيسموه ده ريتراكشن، يعني سحب للعضلات الى الخلف او سحب للذراع الى الخلف. يبقى البروتراكشن والريتراكشن موجودين في منطقتين، سواء كانت في الذراع او في المانديبول اللي هو الفك. اخر حاجه عشان ابقى خلصت، البلينز اوف ذا هيومن بودي، طبعا ده موجود عندكم في منطقه متقدمه شويه بس انا حبيت ان انا اخره الى النهايه. بلينز اوف ذا هيومن بودي يعني الـ الـ الاوضاع اللي انا ممكن اخد فيها سيكشن، قطاعات في الجسم. انا عندي ثلاثه بلينز او ثلاث قطاعات ممكن يكونوا موجودين في الجسم بالشكل اللي موجود ده على الثلاث محاور اللي انتم بتاخدوهم اكس واي وزد. ممكن ان المحور او القطاع بتاعي يقسم الجسم into upper part and lower part، فيسموه ايه؟ transverse. transverse او horizontal يعني محور افقي بيقطع الجسم into upper part and lower part. طيب لو انتوا فاكرين كنتوا في الثانويه العامه بتاخدوا حاجه اسمها coronation tattoo، كان بيقول لك ان احنا بنضع التاج في المنطقه دي. طيب انا لو قطعت شخص في منطقه التاج، ان انا اقطعه واخلي فيه جزء امامي وجزء خلفي، بيسموا ده ايه؟ كورونال، جاء من كورونيشن وكرونا يعني تاج. فلو قطعت شخص في منطقة التاج وقسمت جسمه إلى منطقة أمامية ومنطقة خلفية، بيسموا دي إيه؟ كورونال سيكشن. طيب آخر بلين عندي أو آخر وضع عندي، إن أنا ممكن آخد قطاع في الجسم بحيث إنه يكون قاسم الجسم إلى رايت بارت أند ليفت بارت. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ساجيتال سيكشن. يبقى انا عندي ثلاث اوضاع او ثلاثه بلينز، ترانسفيرس بلين او الهوريزونتال بلين، وده ديفايدنج ذا بودي انتو ابر بارت اند لوور بارت. كورونال بلين او كورونال سيكشن ديفايدنج ذا بودي انتو انتيريور بارت وبوستيريور بارت. وعشان ما تتلخبطش افتكر ان كورونال ده جاي من كورونيشن او كورونا يعني تاج، يعني بيقطع في منطقه التاج يعني في منتصف الراس بشكل مستعرض. طب ساجيتال سيكشن ده قطاع او مقطع dividing the body into right part and left part، نص يمين ونص يسار، وافتكروا ان ده واحد من القطاعات الرأسيه. طب ايه فايده الترانزفيرس سيكشن والكورونال سيكشن او الساجيتال سيكشن؟ انا لما اطلب من واحد تصوير مقطعي للجسم، بطلب التصوير المقطعي يبقى عاوز اشوف منطقه معينه. طيب انا لما عاوز ان اشوف المنطقه المعينه، هل انا ابقى محتاج صور واخده الجسم من الامام للخلف؟ فاقول له طب اعمل لي التصوير المقطعي ده في كرونال سيكشنز، عاوز اصور جسمه من الامام للخلف، اشوف الجسم مثلا منطقه الفات او الدهون،
بعد منطقة العضلات العظام، بعد كده شوف المناطق الداخلية زي مثلا الرئتين والقلب، أو لا ده أنا عاوز أشوف قطاع في منطقة واحدة زي مثلا عند الفقرة الثالثة، فأقول له اعمل لي قطاع عرضي عند الفقرة الثالثة، فيظهر لي كل حاجة من الفقرة الثالثة لحد عظمة القص اللي موجودة من الأمام. طب والله أنا عاوز أخده بقطاع جانبي يقسم لي الجسم لمقاطع جانبية جنب بعضها، فأقول له خدها ساجيتال سيكشن. طيب بمناسبة الساجيتال، الكتاب عمل ملحوظتين مهمين جدا، الأولى على موضوع ساجيتال، قال إحنا لو بنقطع مقطع في الجسم بحيث إنه بيقسم الجسم إلى منطقتين يمين ويسار رايت وليفت متساويتين، يبقى ده في الميد لاين الساجيتال سيكشن، ده ميد لاين بيسموه إيه؟ ميد ساجيتال بلين. طب لو هقطع بجوار الميد لاين، مش في الميد لاين نفسه، بجوار يعني بارا، فبيسموا القطاع الرأسي اللي بجوار الميد لاين بارا ساجيتال بلين. يبقى لو كان القطاع الرأسي ده في الميد لاين وبيقسم الجسم الى منطقتين متساويتين بنسميه ميد ساجيتال بلين، لو بيقطعه بجوار الميد لاين بنسميه بارا ساجيتال بلين، ويبقى كده المنطقتين غير متساويتين. طيب الكتاب ادانا مثال لما كان بيتكلم على الترانسفيرس سيكشن، وقال مثال جميل جدا، قال زي الترانسفيرس سيكشن ات ذا ليفل اوف ذا فيرست لامبر فيرتبري، يعني قطاع في مستوى الفقره القطنيه الاولى، الفيرست لامبر فيرتبري، لامبر يعني قطني. انا جبت لكم صوره تكون يعني الى حد ما واضحه عندكم شويه، ده قطاع في الليفل اوف ذا ثيرد ثوراسيك فيرتبري، الفقره الظهريه الثالثه، دي الفقره الظهريه الثالثه يا جماعه، ومن هنا عظمه القص امامي اهي، المنطقه الجزء ده القلب، ودول الرئتين حواليه. عرفتوا بقى ليه احنا بندرس البلينز؟ عشان لما يكون واحد مثلا عنده ورم معين في الرئه في المنطقه دي، فالدكتور عاوز يتاكد انه يقول له اعمل اشعه مقطعيه في ترانزفيرس سيكشن في الفقره الظهريه الثالثه، يروح جاي الراجل رايح للمعمل ويعمل اشعه مقطعيه على المنطقه دي، فيظهر الورم في الرئه في المنطقه دي. عرفتوا ليه احنا بندرس البلينز؟ مش مجرد عياقه واحنا حابين ان احنا نتعبكم بس بالبلينز، بس لانها مهمه عندكم ان شاء الله في المستقبل. خلاص؟ كده لختام الجزء الاولاني او الجزء الاول من الاناتومي، واتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديوهات، ده الفيديو التالت بتاعنا، لو ما كنتوش شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده يا ريت ترجعوا تشوفوها تاني، وان شاء الله اتمنى ان تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وهنحاول ان احنا ندندن معاكم ان شاء الله لحد ما تخرجوا من الفتره. سلام عليكم.